بسم الله الرحمن الرحيم. دورة كيف تغير نفسك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رحب بإخواني وأخواتي في المحاضرة الثالثة في دورة كيف تغير نفسك. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن موضوع فقه التغيير. كما نعلم أن اسم هذه الدورة هي دورة كيف تغير نفسك. المحاضرة الأولى تحدثنا بفضل الله عز وجل عن التزكية وأهمية الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستعداد للموت والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وما هي العوامل والدوافع التي تدفع الإنسان إلى تزكية نفسه والتغيير. ثم بعد ذلك تحدثنا عن هذه النفس وأهمية النفس وعظمة هذه النفس التي خلق الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن التغيير وفقه التغيير، وما هي الجوانب التي ينبغي الإنسان معرفتها حتى يغير نفسه. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن عدة جوانب عن التغيير. منها أولا، ما هو معنى ومفهوم التغيير، وما هو التغيير في الاصطلاح، وكذلك حديث الله سبحانه وتعالى عن التغيير في القرآن الكريم في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا سوف نتحدث عن أصول وقواعد التغيير وأخطاء التغيير والمراحل التي يمر بها الإنسان أثناء التغيير والعوامل التي تساعد الإنسان على التغيير. كذلك يعني سوف نتحدث عن مسألة التجديد ومسألة التوبة وعلاقتها بالتغيير. ما هو التغيير ومعنى التغيير؟ التغيير يعني كما يقول علماء اللغة تغير الشيء عن حاله أي تحول، وغيره أي حوله وبدله، كأنه جعل على غير ما كان. وفي قول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قال ثعلب معناه حتى يبدلوا ما أمرهم الله. ويقولون وغير عليه الأمر أي حوله وتغايرت الأشياء يعني اختلفت، والمغير الذي يغير على بعيره أداته ليخفف عنه ويريحه. والغير اسم من قولك غيرت الشيء فتغير. ملخص الكلام أن التغيير معناه التحويل، وفي الاصطلاح التغيير أمر طبيعي وسنة فطرية قائمة نراها في حياتنا. التغيير سنة كونية تحدث في كل شيء، فلا نجد شيئا في هذه الحياة الدنيا ثابتا على حاله، فالكون في اتساع وتغيير دائم كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. الليل والنهار يتغيران، فصول السنة تتغير باستمرار من فصل إلى فصل، حتى أشكال النباتات وأوراقها وألوانها لا تثبت على حال بل تتغير بتغير هذه الفصول. طبعا وهذه التغيرات التي تحدث في الكون لها أمور عظيمة، يعني فبتغيير الليل والنهار يحدث توزيع لدرجات الحرارة على ظهر الأرض، وبتغيير تجديد أوراق الشجر يحدث تجديد للنباتات وانتعاش لحياته. كذلك خلايا الإنسان والدماء التي تجري في عروق الإنسان تتجدد خلايا جسم الإنسان ولا سيما خلايا الدم، وتحدث الأنشطة وتعطي الحيوية لجسم الإنسان. حتى جينات الإنسان العلماء يقولون أنها تتغير كل 6 أسابيع. مراحل حياة الإنسان أصلا في تغير دائم. الله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إذن فمسألة التغيير يعني مسألة فطرية ومسألة طبيعية موجودة يعني إيه في حياتنا. ولكن التغيير أحيانا يعني قد يصبح شهوة عند بعض الناس. يعني في حياتنا الآن وصل الناس يعني عايزين يغيروا حياتهم بأي طريقة، يعني عايز كل شوية عايز يغير العربية، عايز يغير فرش البيت، عايز هذه الظاهرة أكثر من نراها في الغرب أو عند يعني المترفين من بين البشر. أنا أنتقل الآن إلى نقطة يعني أخرى، وهي حديث الله سبحانه وتعالى على التغيير في القرآن. من أهمية يعني موضوع التغيير، الله عز وجل تناول هذا الموضوع في كتابه العزيز في آيتين من أهم الآيات التي تتحدث عن التغيير بشكل مباشر وواضح وصريح. الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الأخرى في قول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم في سورة الأنفال، والآية الأخرى في سورة الرعد. تعالى يعني نستمع إلى أقوال أهل العلم الأفاضل من السلف المفسرين للقرآن الكريم الذين تحدثوا في هذه الآيات. وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى بحديث عبد الله بن عباس عن هذه الآيات الكريمات. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم، قال لا يغير ما بهم من نعمة حتى يعملوا بالمعاصي فيرفع الله عنهم النعم. بقول مين؟ عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية، أي لا يغير ما بهم من نعمة حتى يعملوا بالمعاصي فيرفع الله عنهم النعم. يعني الكلام واضح جدا وصريح إن الإنسان لما يكون عايش في نعمة من النعم وفجأة تنقلب هذه النعمة
زي مثلا إنسان عايش في رغد من العيش، عايش في أمن، عايش في سعادة، عايش يعني في ظروف مثلا يعني جوية ملائمة، وفجأة الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى. فإذا بالله سبحانه وتعالى يعني يزيق الإنسان يعني العذاب والشدة بسبب إيه؟ بسبب ترك الطاعة وترك العبادة والإقبال على إيه؟ على معصية الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال إنما يجيء التغيير من الناس والتيسير من الله فلا تغيروا ما بكم من نعمة. أيضا يعني كلام طبعا يعني قريب من كلام عبد الله بن عباس. كذلك يعني هنشوف برضو يعني باقي المفسرين ماذا قالوا في هذه الآية الكريمة. قال الطبري رحمه الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الطبري رحمه الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك، فبظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض فيحل عليهم حينئذ عقوبته وتغييره. يعني شوف طبعا هتلاقي على فكرة يعني أكثر أقوال المفسرين يعني قريبة يعني من إيه من هذا المعنى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير، إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب، كما غير الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة بأنفسهم إلى غير هذا من أمثلة الشريعة. فليس معنى الآية أنه ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه الذنب، بل قد تتنزل المصائب بذنوب الغير، كما قال أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يعني القرطبي طبعا بيشير هنا برضو إشارة لطيفة جدا، وهي مسألة أن ممكن البلاء يقع على يعني أمة بكاملها أو على يعني مجموعة من الناس بسبب ذنوب بعض الناس، مش شرط يبقى كله عاصي، لا ممكن مجموعة تعصى فينزل بلاء على الناس جميعا. فلذلك دي خطورة ان احنا كمان يعني حتى الطائعين يتركوا اهل المعاصي واهل الذنوب، يعني هذا الامر المفروض يدعوهم الله ويأخذوا على ايديهم حتى لا تقع هذه الابتلاءات. وده اللي بنشوفه طبعا يعني في الدنيا الان، حدوث هذه الابتلاءات يعني في كل جوانب الحياة بسبب فعلا كثرة المصائب وكثرة الذنوب. يقول الفخر الرازي رحمه الله تعالى فكلام جميع المفسرين يدل على أن المراد لا يغير ما هم فيه من النعم بإنزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساد. هتلاحظ أن كلام المفسرين فعلا كله يعني قريب من نفس المعنى. وفي تفسير لطائف الإشارات للقشيري قال رحمه الله إذا غيروا ما بهم من الطاعات غير الله ما بهم من الإحسان والإنعام، فغيروا ما بهم من الشكر لله فغير ما بهم من البلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أخذوا في التضرع وأظهروا العجز غير ما بهم من المحنة بالتبديل والتحويل. وفي تفسير زاد المسير لابن الجوزي قال رحمه الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم أي يسلبهم نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم فيعملوا بمعاصيه. وفي تفسير أبي السعود قال رحمه الله إن الله لا يغير ما بقوم يعني من النعمة والعافية حتى يغير ما بأنفسهم من الأعمال الصالحة أو ملكاتها التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليه. وفي تفسير الماوردي قال يحتمل وجهين، أولا إن الله لا يغير ما بقوم يعني من نعمة حتى يغير ما بأنفسهم من معصية، وثانيا لا يغير حالهم من نعمة حتى يغير ما بأنفسهم من طاعة. وفي تفسير عالم التنزيل البغوي قال إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الحالة الجميلة فيعصوا. وقال الشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى في أضواء البيان والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. وشيخ السعد رحمه الله تعالى يقول في تفسيره إن الله لا يغير ما بقوم يعني من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية أو من شكر نعمة الله إلى البطر بها فيسلبهم الله إياها على ذلك. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليهم ما كانوا عليه فيه من الشقاء إلى الخير والسرور إلى الغبطة والرحمة. وفي تفسير المراغي قال رحمه الله إن الله لا يغير ما بقوم يعني من نعمة وعافية فيزيلها عنهم ويذهبها حتى يغير ما بأنفسهم، ويعني من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض. الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى ويعني من علماء الأفاضل في علماء الأزهر الشريف قال في تفسير قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال والمعنى الإجمالي أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإن كانوا في خير يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان لا يغير حالهم إلى ضراء ولا بأساء إلا إذا غيروا أنفسهم من خير إلى شر وانحراف.
ولا يغير حال قوم أصابهم الضر والشر والخزلان والهزيمة أمام أعدائهم إلا إذا غيروا حالهم من فساد إلى صلاح، ومن تخاذل نفسي وتفريق كياني إلا إذا غيروا أنفسهم واجتمعوا على الحق وتركوا التنابز والتدابر. الشيخ أبو زهر هنا يعني بيعطي نصيحة للأمة الإسلامية جميعا، يعني ويقول لقد كنا أعزة بعزة الله تعالى حتى تفرقنا وأضعنا أحكام القرآن بيننا، حتى صارت غريبة تستغرب إذا ذكرت، وضاعت لغتنا واستنكرت حال من يتمسك بها، وتقاتل المسلمون بعضهم ببعض ووالوا الكفار واستنصروا بهم على بعض، وصرنا وراء كل الأمم، فهل لنا أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله حالنا؟ يعني فعلا نصيحة غالية جدا للعالم الجليل الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى، أن فعلا الأمة محتاجة كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى الآن، يعني وتعود إلى يعني وحدتها وإلى قوتها السابقة. الشيخ أبو بكر الجزائري يقول في تفسيره في تفسير قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أي لا يزيل نعمة أنعمها بها على قوم من عافية وأمن ورخاء بسبب إيمانهم وحالة أعمالهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني من طهارة وصفاء بسبب ارتكابهم الذنوب وغشيانهم للمعاصي نتيجة الإعراض عن كتاب الله وإهمال شرعه وتعطيل حدوده والانغماس في الشهوات والضرب في سبيل الضلالات. يعني طبعا زي ما شفنا كل المفسرين تقريبا يعني على هذا المعنى، ربنا سبحانه وتعالى جماعة كلما كان الإنسان طائع وعبد لله سبحانه وتعالى، كلما الله عز وجل يعني يهيئ له الأمور والحياة الطيبة، كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإذا تغير هذا الإنسان عن هذه الطاعة فإن الله سبحانه وتعالى يحيل حياته إلى يعني حياة كئيبة وبئيسة. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، أو إن الله لا يغير ما بقوم من الحالة السيئة حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة. فإذا يعني هذه الأقوال يعني بتوضح هذا المعنى وبتؤكد دائما أن في ارتباط وثيق ما بين يعني الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا وما بين المعاصي والذنوب ومن الطاعة. كلما كان الإنسان طائع لله سبحانه وتعالى كلما يعيش حياة يعني رغدة، حياة طيبة وحياة هنيئة، وليس هناك ارتباط يعني بهذه السعادة في هذه الحياة يعني بالأمور المادية، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف السعادة في القلوب. فقد تجد إنسان فقير للغاية وليس عنده أي شيء من أسباب الدنيا ولكنه يعيش في سعادة، بينما تجد أناس آخرون يعني عندهم الكثير من الأموال وعرض الدنيا الزائل ولكنهم لا يجدون طعم السعادة في هذه الحياة الدنيا. أنتقل مع حضرتكم يعني الآن إلى نقطة أخرى من يعني نقاط الحديث عن التغيير وفقه التغيير، وهي مسألة أصول وقواعد التغيير. أصول وقواعد التغيير يعني أي إنسان يعني يسعى لتغيير نفسه يعني يمر بمجموعة من القواعد والأصول التي ينبغي معرفتها واستصحابها أثناء تغييره النفسي. أولا من أهم هذه الأصول مسألة الداخلية والشمولية ومسألة التوازن والتدرج. مسألة الداخلية أولا دي من المسائل المهمة جدا في أصول وقواعد التغيير، والمفروض الإنسان يعني يعتقدها في نفسه ويركز فيها التركيز الشديد، وهي مسألة أن التغيير ينبغي أن يكون من الداخل. أحيانا بعض الناس يعني يدعون مثلا إلى التغيير ولكن بتغيير شكلي، ولكن التغيير الحقيقي هو الذي يأتي من داخل الإنسان، الشعور الداخلي فعلا من قلب الإنسان، يعني بحس أنه محتاج أتغير تغيير حقيقي فعلا، ومحتاج أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني محتاج إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والشعور بالذنب. هو ده الشعور اللي لو اعترى الإنسان فعلا يعني بيسموه العلماء هو العمود الفقري للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو الإنسان فعلا جي عنده هذا الدافع وهذه الرغبة يحدث التغيير الحقيقي. أما التغيير الظاهري إن الإنسان يعني بيتظاهر بمسألة التغيير ولكن ما فيش رغبة داخلية، فطبعا دي من الأخطاء اللي بيقع فيها الإنسان في مسألة التغيير. تاني حاجة قاعدة مهمة جدا أو أصل من الأصول اللي المفروض الإنسان يعني يهتم بها في مسألة التغيير، هي مسألة الشمولية. يعني للأسف طبعا في يعني ناس كتير جدا في عصرنا لما تيجي تكلموا عن التغيير يقول لك فعلا نفسي غير نفسي، ولكن لما يجي يغير يعني ويقدم على يعني مراحل التغيير تجد ان هو يعني غير جزء يعني يسير فقط من او جانب مثلا واحد من جوانب حياته، في حين ان في جوانب تانية ما زال يعني الاخطاء والمشاكل والمخالفات فيها كثيرة. يعني احيانا بعض الناس يعني لما يروح يحج مثلا يقول لك الحمد لله انا رحت حجيت وخلاص رجعت بقى ونفسي اتوب الله سبحانه وتعالى حبدا اصلي، في حين هو مثلا يعني ما زال بيتعامل بالربا، ما زال مثلا يعني بيظلم اخوانه في العمل، او ما زال مثلا يعني فاحش وبذيء اللسان. فالتغيير ما بقاش تغيير كلي وشمولي، ولكن يعني كان مجرد تغيير جزئي. ولكن من اهم قواعد واصول التغيير الشموليه، الانسان فعلا يبقى عنده شموليه في التغيير، يبقى يشمل التغيير كل جوانب حياته،
مش فقط يعني جانب واحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله سبحانه وتعالى ذم بني إسرائيل فقال أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. المفروض الإنسان فعلا يعني لو هيقدم على التغيير يعني يكون يعني دي يعني ديدانه ويكون هذه سمة الإنسان. ثانيا مسألة التوازن. التوازن برضو من أصول وقواعد التغيير. مسألة التوازن إن الإنسان يعني لو ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى مسألة التغيير ينبغي الإنسان أن يكون هناك نوع من التوازن في التعامل مع تصرفاته مع الأشياء يعني ومع الأنشطة التي تدور في حياته. يعني مثلا الإسلام لما نزل يعني على العرب كان عند العرب يعني بعض الأخلاق الطيبة وبعض الصفات يعني زي مثلا صفة الكرم وصفة الشجاعة وصفة النخوة والشهامة. كل هذه الصفات الإسلام جاء يعني بإبقاء هذه الصفات مش اللي هو يعني عشان يجي نغير خلاص هنغير كله بالحلو والوحش. لا بالعكس الله سبحانه وتعالى يعني أبقى على هذه الصفات وأقر الإسلام هذه الصفات ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أكمل هذه الأخلاق وبكرم هذه هذه الأخلاق. لذلك المفروض الإنسان يبقى عنده نوع من التوازن في التعامل مع الجوانب التغيير مش يغير كل حاجة في حياته بالحلو والوحش. لا الأشياء الخطأ فقط هو التي يقوم على تغييرها. أما إذا كان هناك بعض الصفات الطيبة فيبقى على هذه الصفات ثم بعد ذلك يعني يطور من إيه من الصفات الطيبة. أيضا من القواعد والأصول التغيير مسألة التدرج. تدرج إن الإنسان يعني أي إنسان طبيعي تلاقيه طبعا بيستصحب مع نفسه مسألة التدرج في كل شيء إلا طبعا يعني بعض الأخطاء اللي بتقع مع كثير من الناس هي يعني مسألة أنه عايز يعمل كل حاجة خلال 24 ساعة يعني هو لأن أصبحت سمة عصرنا كمان السرعة في كل شيء. الأكل بسرعة والسفر بسرعة وكل شيء بسرعة فأيضا عايز يبقى التغيير بسرعة وده خطأ جم عظيم. أي إنسان ينبغي أنه يتدرج في التغيير يعني بهدوء وبيسر وبساطة عشان خاطر يكون هذا التغيير تغيير مؤثر وفعال. ولكن للأسف من الحالات اللي شفناها كثيرا أن كثير من الناس يعني بيسعوا للتغيير بشكل فجائي وبشكل ليس فيه تدرج وعلى طول بتأتي النتائج نتائج يعني عكسية تماما وبخلف سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض. من القواعد المهمة في ديننا أن من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. القاعدة دي قاعدة مهمة جدا. ومن القصص يعني اللي بتروى في هذا المقام يعني قصة أحد القساوسة الذي أراد أن يغير العالم. هذه القصة يعني كتبت في أحد الكتب يعني تقول القصة أن أحد القساوسة أراد أن يغير العالم حيث كتبت الكلمات التالية على قبر أحد قساوسة الكنيسة الإنجيلية في سرداب أسفل كنيسة ويستمينستر. كتبت هذه الكلمات على قبر هذا القسيس وهذه الكلمات كانت تقول القسيس هنا بقى يعني بيحكي قصة حياته يعني من خلال هذه الكلمات يقول عندما كنت صغيرا حرا ينطلق خيالي بلا حدود حلمت بتغيير العالم وبينما كنت أنمو ويزداد وعي اكتشفت أن العالم لم يكن ليتغير ولذلك اختصرت حلمي بعض الشيء وقررت أن أغير بلادي فقط ولكنها بدت غير قابلة للتغيير حتى إذا بلغت أرزل العمر وفي محاولة أخيرة يائسة استقررت على تغيير هؤلاء القريبين من عائلتي فقط ولكن هيهات لم يكونوا لينالوا أي قسط من التغيير والآن وبينما أنا أرقد على فراش الموت أدركت فجأة لو أنني سعيت لتغيير نفسي أولا لكنت غيرت عائلتي وبتأثيرهم وتشجيعهم لكنت حينئذ قادرا على أن أجعل بلدي أفضل حالا ومن يدري لربما قد كنت غيرت العالم. يعني القصة طبعا هنا القصة لطيفة حقيقتنا زي القصة يعني فعلا هو الرجل يعني بيقول كان نفسي أغير العالم ولكن لما جيت أغير العالم لقيت أني مش هقدر أغير العالم فقال لك طب أغير بلدي بس جي غير بلده وما قدرش أغير بلده طب قال لك خلاص أغير عيلتي جي غير عيلته خلاص كان أوشك على الموت وقال لك خلاص مش هعرف أغير ولا واحد فيهم. فقال بقى طبعا الحكمة الجلية قال لك لو كنت غيرت نفسي من بداية لكنت غيرت أسرتي وبالتأثيرين لكنت غيرت الإيه بلدتي وكنت في استطاعتي أنا أغير العالم كله. فلذلك مين اللي عمل كده يا جماعة؟ مين اللي مشي بهذا التدريج المنضبط المتروي؟ أعظم شخصية في التاريخ وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا نفسه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء ماذا فعل؟ أول ما نزل دعا زوجته وثم دعا أصدقائه أبو بكر الصديق ثم دعا أحد أقاربه من الأطفال الصغار وهو علي بن أبي طالب. لذلك قالوا أن أول من أسلم من نساء خديجة ومن الأطفال علي بن أبي طالب ومن الرجال أبو بكر الصديق. ثم بعد ذلك بدأ يعني يتدرج يعني في الدعوة أبو بكر الصديق بدأ يدعو أصدقائه وهكذا وبدأ يعني يدعو عائلته إلى الدين. وبعد ذلك بعدما تكون حواليه زمرة من العظماء من الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالهجرة المدينة. في المدينة ذهب المدينة بعد كده كون مجتمع عظيم جدا وقوة وقوم جيش وبدأ يدعو الناس يرسل الرسائل للملوك العالم كله في تدريج هنا.
ولذلك دي بتبين قد ايه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دي الفعل المنهجية الحقيقية في التغيير. اللي عايز يغير يا جماعة لازم يعني ينتهك هذا المنهج النبوي، هذه السنة الكونية الربانية في الكون، وهي سنة التدرج. تفتكرش ان انت يعني هتغير العالم زي ما بين يوم وليلة، ما فيش حد في العالم عمل كده يا جماعة، لا يمكن، على مدار التاريخ لم يحدث هذا، كل شيء بيأتي بالتدريج وباليسر وبالسهولة. فلذلك يعني احنا طبعا يعني بنقول هذه القواعد عشان يا مناس للأسف، وحنتكلم على ذلك في أخطاء التغيير، يعني خلف هذه السنة فكانت عاقبة هذا الأمر عقبة وخيمة، وذاق المجتمع للأسف مرارة هذه الأخطاء. أنتقل مع حضرتكم بعد ذلك إلى نقطة أخرى، وهي قالت أسباب التغيير. أسباب التغيير يعني أحيانا الواحد بيسأل نفسه أنا ليه أتغير؟ يعني إيه السبب الذي يدفعني للتغيير؟ حقيقة هناك أسباب كثيرة جدا بتدفع الإنسان للتغيير. أول شيء بيدفع الإنسان للتغيير هي مسألة الأزمة. عندنا يعني حوالي 4 نقاط في مسألة أسباب التغيير: أولا الأزمة، ثانيا الرؤية، ثالثا الفرصة، رابعا التهديد. الأزمة إن أحيانا بتحصل مشكلة، زي ما حصل مثلا مشكلة من المشاكل، مثلا انقطاع التيار الكهربائي مثلا في أي مكان، ظاهرة مثلا بتحدث أحيانا عند بعض الناس، أزمة. لو حصل انقطاع للتيار الكهربائي اللي هيحصل، هيحصل توقف للمصانع، هيحصل توقف للمصالح، هيحصل توقف لوسائل المواصلات، هيؤدي ذلك طبعا إلى توقف الإنتاج وتوقف الحياة تماما، هيحصل خراب في المجتمع. على طول بيبدأ المسؤولين بسرعة جدا يعني بيتحركوا عشان خاطر إيه، إن هم يبدأوا ياخدوا بكل الأسباب والوسائل عشان توليد الطاقة الكهربائية مرة ثانية. إذن الأزمة لما بتحدث، حصل مثلا كارثه في بعض البلدان، حصل مثلا فيضان، يبقى لازم نغير الوضع اللي احنا عليه، لازم على طول تتحرك المساعدات، تتحرك المؤسسات، الافراد، وهكذا. كذلك لو فرضنا مثلا ان انسان حصلت له مثلا مشكله زي مرض، واحد فجاه اصيب بمرض من الامراض، فبيضطر على طول يذهب الى الدكتور، الى الطبيب، الى المستشفى، عشان خاطر ايه، يغير ايه هذه الحاله. احنا بنتكلم على قواعد عموميه يعني بتشمل الانسان والمؤسسات والحياه كلها، يعني بالنسبه لمسائل التغيير. بعد ذلك يعني مساله الرؤيه، احيانا طبعا بيبقى انسان عنده تصور مستقبل لحياته. يعني مثلا بنضرب مثلا على ذلك، لو فرض ان في واحد يعني ساكن في بيت مكون من حجرتين، مثلا هو وزوجته يعني بيناموا في حجره، ومثلا اولاده واطفاله الصغار، مثلا عنده ولد وبنت او ولدين مثلا صغارين بيناموا يعني في حجره اخرى. فجاه جاله تصور مستقبلي، قال لك الله، لو انا في المستقبل يعني كبرنا ومثلا الاسره بقينا 7-8 مثلا، خلفت 5-6 أولاد، وبقى في ولاد، وبقى في بنات، طبعا ينبغي التفريق بينهم في المضاجع، طب هعمل ايه؟ هل الشقه دي مش هتسعنا؟ طب نعمل ايه؟ فيضطر ان هو يبدا من دلوقتي يفكر ازاي في المستقبل ياخد شقه تانية اوسع. فلذلك هي دي اسمها مساله الرؤيه، هي اللي بتدفع الانسان للايه، للتغيير. كذلك مساله الفرصه. على فكره يا جماعه مش كل الناجحين يعني اتولدوا ناجحين، لا بالعكس، كل الناس الناجحين يعني سعوا في حياتهم ان هم للنجاح، ولكن دائما يعني الناجحين كانوا بيشتركوا في حاجه، ان هم توفرت لهم بعض الفرص، فرصة يعني توفرت لهم فاستطاعوا أن هم ينتهزوا هذه الفرصة. يعني لما تشوف مثلا شاب من الشباب مثلا يقول لك أنا رحت أقدم في شركة، والشركة دي كانت فرصة جميلة جدا أن أنا هاخد مرتب كبير وحبدأ مثلا أسافر وكده، طب أعمل إيه؟ قالوا لي بس أنت لازم مثلا تتقن اللغة الألمانية مثلا، فاضطريت أن أنا أتعلم ألماني عشان خاطر ألتحق بهذه الشركة. فأصبحت هنا الفرصة هي سبب لإيه؟ سبب للتغيير، ان هو تغير حاله، يعني ما كان من ان هو انسان يعني ما لا يجيد هذه اللغه، الى انسان اصبح يعني فعلا مجيد لهذه اللغه بسبب ان هو ايه، ان هو وجود هذه الفرصه. ايضا من الاشياء اللي بتساعد الانسان على التغيير، او الاسباب اللي تؤدي الى التغيير، مساله التهديد. احيانا مثلا يعني التهديد بيدفع الانسان الى القيام بمساله التغيير. يعني مثلا يقول لك مثلا ان في المستقبل مثلا هيحصل ذوبان للقطب الشمالي والجنوبي، وهيحصل ارتفاع لمنسوب المياه مثلا بظاهره الذوبان الى ايه، الى اغراق الارض، الارض هتغرق بسبب المياه. طب نعمل ايه؟ يقول لك لا، ينبغي ان احنا نقلل من الانبعاثات الحراريه للمصانع في الدول الصناعيه الكبرى، فده بيؤدي الى تغيير طبيعه التعامل يعني في هذه الدول، مما يؤدي الى ايه، الى فلذلك دي اسباب التغيير. انتقل ان شاء الله تعالى مع حضرتكم الى نقطه اخرى، وهي نقطه اخطاء التغيير. احنا يا جماعه الانسان يعني لما يمشي في حياته يعني بيقع في بعض الاخطاء، هذه الاخطاء ينبغي دراستها، لان الوقوع فيها بيبقى خطر جدا. من اهم الاخطاء التي يقع فيها الانسان في مساله التغيير هي مساله التظاهر والجزئيه والتعامي والتعجل. التظاهر يعني هو عكس طبعا احنا قلنا اصول وقاعد التغيير الداخليه والشموليه والتوازن والتدرج، فهيبقى عكسهم تماما، هو مساله الايه، مساله التظاهر والجزئيه والتعامي والتعجل. التظاهر عكس الداخليه، يعني احنا الانسان احنا قلنا ان فعلا التغيير الحقيقي هو التغيير الداخلي اللي بينبع من قلب الانسان ومن داخل الانسان. اما التظاهر بالتغيير فدي من اخطاء التغيير، انك يعني بتمثل انك بتتغير، لا، يعني احنا عايزين يبقى فعلا في تغيير حقيقي داخلي من قلب الانسان. ثانيا من اخطاء التغيير الجزئيه، وهو عكس الشموليه.
بعض الناس زي ما قلنا ان هو ايه يعني بيسعى ان هو يغير نفسه عن طريق ايه، عن طريق ان هو بينظر الى ايه، الى جوانب حياته. فلما ينظر الى هذه الجوانب فبيجد مثلا ان هو عنده اخطاء في كذا وكذا وكذا، يقول لك انا هغير ثلاثة واسيب ثلاثة. لا، المفروض تغير الست جوانب دول اللي هم اللي فيهم الاخطاء يعني عشان يحصل تغيير بشكل شمولي. ولكن الجزئيه واحد يقول لك انا حصل لي لكن حتني مثلا عاكف على معصيه كذا، او واحد تقول لك مثلا انا حصل لي بس مش هلبس حجاب وهكذا. بعد ذلك مساله التعامي، ان الانسان لما يجي يتغير، احنا قلنا ان في التوازن الانسان لما بيجد عند نفسه صفه طيبه يبقى على هذه الصفه، لكن التعامي ان الانسان يعني ايه يتعامى عن ايه، عن اي صفه طيبه ولا يتركها. بعد كده مساله التعجل وعكس التدرج، التعجل عكس التدرج. التعجل الانسان عايز يغير حياته خلال 24 ساعه، صعبه جدا، صعب جدا. يعني كما قلنا قبل ذلك يعني ضربنا على أمثلة قصة الكلمات التي كتبت يعني على القبر في ويستمينستر وغيرها. بعد ذلك حننتقل إلى نقطة أخرى وهي مسألة مراحل التغيير. مراحل التغيير أي إنسان يا جماعة طبيعي يعني عايز يغير من نفسه لازم يمر بحاجة اسمها مراحل التغيير. ومراحل التغيير العلماء يعني درسوها دراسة يعني وافية. أول مرحلة يعني بيسموها مرحلة اليقظة، ثم مرحلة الاعتراف، ثم العزم، ثم الاستعداد، ثم تطبيق الحلول، ثم حل المشكلة، وثم بعد ذلك الصيانة. هنيجي لأول مرحلة بيمر بها الإنسان أثناء التغيير، وهي مرحلة اسمها مرحلة اليقظة. اليقظة يا جماعة يعني شيء طبيعي بيحصل لأي إنسان. ابن القيم يقول يعني في مرحلة اليقظة يقول فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. يقول ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. الشيخ الرشد حفظه الله تعالى يقول وفي هذه المرحلة فإن الإنسان لا أمل له في تغيير وضعه أو التشافي من مرضه أو التغلب على مشكلته، الأمل الوحيد في أن يخرج هذا الشخص من هذه الدائرة المتعبة. وأغلب الناس بالذات على أمتنا اليوم يعيشون في هذه المرحلة. المرحلة دي يا جماعة هي مرحلة اليقظة، مرحلة الإنسان فعلا بيبدأ يفوق زي ما بنقول كده. وهنضرب على ذلك مثل بعض الناس يعني عرفنا الله عز وجل وإياكم من ذلك، يعني بيصابوا الآن في عصرنا ببعض الأمراض زي مثلا مرض فيروس سي وغيرها من الأمراض. فجأة طبعا يعني هؤلاء الناس بيكتشفوا هذا المرض في جسمه، يروح مثلا يحلل أو يروح مثلا يقدم ورقة عشان يسافر أو فيقول له مثلا اعمل تحليل، فيجي يحلل يكتشف هذا المرض، فيبدأ فعلا هو بيتيقظ. وبعد ذلك بعد ما يتيقظ بتأتي مرحلة وهي مرحلة بيسموها مرحلة الإسقاطات. الإنسان يبدأ يا ترى أنا أصبت بالمرض ده بسبب إيه، يقعد بقى يفكر ويقول لك يمكن أنا عملت نقل دم، يمكن أنا مثلا استعملت موس مثلا من الأمواس الملوثة، يمكن وهكذا. المهم بيحدث بعد مرحلة اليقظة مرحلة بتسمى مرحلة الاعتراف. الاعتراف إن الإنسان فعلا بيبدأ يعترف أن هو السبب في الوقوع في هذا الخطأ، ولكن فعلا اللي عايز يتغير تغير حقيقي أنه فعلا يبدأ يعترف أنه السبب في وجود هذه الأخطاء، وهو اللي قصر فعلا يعني في رعاية نفسه وحمايته. المرحلة الثالثة من مراحل التغيير مرحلة اسمها مرحلة العزم والاستعداد، أن الإنسان فعلا يبدأ يكون عنده نية للتغيير، تغيير حقيقي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول رب همة أحيت أمة. وابن القيم يعني يقول في كتابه مفتاح دار السعادة وكمال كل إنسان إنما يكون بأمرين، همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فلذلك العزم والاستعداد فعلا أنه يبقى عنده عزم واستعداد على التغيير، دي من أهم عوامل التغيير. بعد ذلك تأتي مرحلة مهمة جدا في التغيير وهي مرحلة التطبيق. التطبيق فعلا يا جماعة أن الإنسان بعد ما يعزم ويهم على أن هو يغير نفسه يبدأ يستشير يعني أهل العلم والتخصص، إزاي أغير، أعمل إيه عشان أتغير، فيبدأ فعلا يدلوه على الطريق. بعد ذلك يبدأ يطبق لهذه الأدوية وهذه الاستشارات يعني بالنسبة لمسألة التغيير، لحد ما يحدث بإذن الله تعالى بفضل الله عز وجل مسألة حل المشكلة. وزي ما بيحصل طبعا في المرضى زي ما حكينا قصة اللي هو المريض بتاع فيروس سي، ان هو على طول لما وجد نفسه عنده هذا المرض بيذهب للطبيب ويسأل، وبعد ذلك يعني يوصف له العلاج يأخذ هذا العلاج، يعني بعد فترة يعني الله سبحانه وتعالى يعافيه يعني من هذا المرض. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الخامسة والأخيرة في مسألة مسألة التغيير، ما هي مرحلة الصيانة. الصيانة ان الانسان فعلا يعني يبدأ طبعا الطبيب أو يبدأ المتخصصين يقول له ما ترجعش تاني الأسباب اللي وقعتك مثلا في المرض أو في الأخطاء أو في أي شيء يعني أصابك بهذه الأزمة. فيبدأ فعلا يقول لك خلاص أنا مش هرجع تاني للأمور دي، ويبدأ يبقى عنده نوع من الصيانة يعني عشان يتن محافظ على يعني الإنجاز اللي حققه في حياته. دي يعني المراحل الخمسة
أو الستة في من مراحل التغيير، مسألة اليقظة والاعتراف والعزم والاستعداد وتطبيق الحلول، ومسألة الصيانة، ودي طبعا مراحل احنا بنمر بها بشكل طبيعي، يمكن ما حدش بيبقى يعني بيرتب هذه المراحل، ولكن طبعا علماء النفس والاجتماع بدأوا ان هم يعني يحسبوا هذه الأمور عشان الإنسان فعلا يبدأ يشوف هو في أي مرحلة من المراحل. هنتكلم ان شاء الله تعالى في نقطة أخرى من وهي نقطة العوامل المساعدة على التغيير. الإنسان يا جماعة وهو في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريقه إلى التغيير وفي طريقه إلى التطور وأن هو فعلا يعني ينمي نفسه، يعني محتاج أن هو فعلا يبقى فيه عوامل تساعده على هذا التغيير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا بعض النقاط المهمة جدا اللي يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى إذا أخذ بها يعني تكون سبب حقيقي فعلا مساعدته على التغيير. من أهم هذه الأشياء أولا الاستعانة بالله، ثانيا المسارعة والجدية، تغيير الصحبة والمكان، ومعرفة التجارب السابقين. أول حاجة مسألة الاستعانة بالله، أي شيء في هذه الحياة الدنيا الإنسان محتاج أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى للحصول على هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي يسمع دعاء كل الناس، يسمع دعاء جميع الناس باختلاف الأصوات على تفنن الحاجات. لذلك يا جماعة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء من أهم عوامل التغيير. يعني عايز تتغير ادعي ربنا، قول لي يا رب أنا نفسي أتغير، محتاج للتغيير، التغيير من الله سبحانه وتعالى، يعني إنما يأتي التغيير من الناس والتيسير من الله. الله سبحانه وتعالى هيسر لك ويضح لك السبل والطرق اللي تتغير بها إن شاء الله. تاني حاجة بعد الاستعانة بالله مسألة المسارعة والجدية وعدم التسويف. المسارعة يا جماعة والجدية وعدم التسويف يعني من أهم العوامل اللي بتساعد الإنسان على ان هو فعلا ان هو يغير، تساعده على التغيير. طول الامل للاسف من الاشياء اللي بتعطل الناس على التغيير. الله عز وجل قال ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. فلذلك احنا محتاجين فعلا المسارعه، انك تسارع فعلا. عكس طبعا احنا في فرق ما بين التدرج وفي فرق ما بين المسارعه في الجديه والتغيير. يعني معلش لو واحد مثلا يعني وقع على معصيه ولا مقولكش مثلا هتدرج بقى في ترك المعصيه دي، لا ابدا، يتركها فورا، يسارع على طول. لكن احنا بنتكلم عن التدرج في مساله الانسان يعني عشان يتحول الى شخصيه متكامله متزنه، ده هياخد وقت كبير منه من التعليم والتدريب وهكذا. يعني المسارعه والجديه وعدم التسويف، فعلا الانسان ياخذ الامر بجديه. يعني الله سبحانه وتعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. وعدم التسويف، في ناس يقول لك انا ان شاء الله تعالى هغير. زي مره يعني احدى النساء بتتكلم بتقول يعني ان شاء الله تعالى نفسي البس الحجاب بس بعد ما احج. طب الله، افرض الحج ده جه بعد 30 40 سنه، افرض يعني ما حجتيش، طب مش هتحجبي؟ فلذلك مهم جدا يبقى في عدم التسويف. الانسان ما يسوفش، يقول مثلا بعد كذا سنه، بعد كذا لما اعمل كذا، او يربط نفسه بشخص، لما اخويا يعني يبطل انا هبطل. لا، يعني فعلا المسارعه والجديه والتسويف من اهم العوامل اللي بتساعد الانسان على التغيير. ايضا مساله تغيير الصحبه والمكان. تغيير الصحبه والمكان ان احيانا البيئه المحيطه بالانسان واصحابه بيكون سبب يعني في هلاكه. لذلك الله عز وجل قال في كتابه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعلا يا جماعة الصحبة الصالحة والبيئة المناسبة هي اللي بتساعد الإنسان وتعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة العظيمة في حديث أبي سعيد سعد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. النبي صلى الله عليه وسلم هيحكي عن قصة رجل قتل 99 نفسا، وتعالوا نشوف القصة دي يعني وفعلا قد ايه تأثير البيئة والصحبة على هذا الرجل. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له يعني يقصد نفسه من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. حديث رواه الإمام مسلم، وطبعا دي من القصص الجميلة جدا اللي بتكلم فعلا عن أهمية الإنسان لازم يغير يا جماعة الصحبة بتاعته والمكان بتاعه إذا كان مكان فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتع منه،
وإما أن تجد منه ريحا طيبا، حتى لو مش هتشتري على الأقل هتشم ريحة كويسة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. لذلك دي من أهم يعني العوامل اللي بتساعد الإنسان على التغيير فعلا، تغيير الصحبة والمكان. كذلك معرفة قصص التائبين وتجارب السابقين. إنزين يا جماعة، دايما عشان يعني يغير نفسه محتاج فعلا يعرف. نسأل واحد فجأة مثلا، لقيت واحد صديقك وصاحبك ما شاء الله يعني بقى من أهل الدين ومن أهل طلب العلم، يعني عملت إيه؟ يعني أذكر مرة يعني شفت أخ طالب علم زمان، فعجبت جدا بصراحة بسمته يعني وإلقائي وأسلوبي. سألته قلت له أنت عملت إيه عشان تبقى كده؟ قال لي والله أنا عملت كذا كذا كذا. قلت له طب كويس، أنا عايز أعمل كده برضه. فيعني في منتهى البساطة والسهولة، إحنا دايما يعني حتى في حياتنا العادية لما واحد مثلا اشترى عربية، اشتريتها منين؟ يقول لك من المحل الفلاني. خلاص روح يشتري عربية برضه نفس المحل، وهكذا. فلذلك برضو التغيير يعني بيأتي برضو معرفة قصص التأبين وتجارب السابقين في التغيير. دي من أهم العوامل اللي بتساعد على الإنسان على تغيير النفس. فلذلك يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون إن شاء الله تعالى يعني اتكلمنا في جوانب التغيير، وتعلمنا فعلا إزاي نحن يبقى عندنا القواعد والأسس اللي نستطيع أن نتغير من خلالها. تكلمنا عن التغيير أنه هو فعلا التغيير يعني معناه التحويل، وشفنا قد إيه أهمية التغيير يعني في حياتنا. وكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى في التغيير أن الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكلمنا عن أصول وقواعد التغيير، وأن إزاي فعلا الإنسان لازم يبقى عنده داخلية يعني تغيير داخلي، ويكون عنده شمولية. غير حياتك كلها في كل جوانب حياتك، ما تخليش جانب مثلا يعني مهمل في حياتك، لا غير كل حاجة. الجانب العلمي في حياتك، الجانب العبادي، الجانب التعامل مع الناس، جانب علاقتك بالمجتمع، جانب الدعوة الله سبحانه، كل الجوانب غيرها يعني. وازاي تبقى فيها ما تستكترش تقول لي انا هغير كل ده ازاي، استعن بالله سبحانه وتعالى وربنا يوفقك. كلمنا عن اخطاء التغيير فعلا اللي وقع فيها كثير من الناس، مسألة التظاهر والجزئية والتعامي، وازاي ان احنا اوعى تقع في مسألة التظاهر، اوعى تخدع الناس يعني ببعض الالفاظ، او زي ما كثير من الناس للاسف يعني المخدوعين يعني يحطوا لفتات ووفطات، يلا عايزين نتغير وعايزين نعمل، وما فيش اي تغيير حقيقي في حياتهم. لا، خليك فعلا انسان عايز تغير تغيير حقيقي في حياته، تغيير من الداخل. ما بقاش عندك مشكله الجزئيه انك تغير جزء من حياتك وتسيب الجزء الثاني، ولا حته التعجل ان انت عايز تغير حياتك في 24 ساعه. لا، خليك ذكي وخليك فعلا يعني ماشي مع سنن ونموس الكون في مساله التدرج. كذلك في مرحله التغيير اتكلمنا عن اليقظه والاعتراف والعزم، واعرف ان انت في اي مرحله. يا ترى في عندك مشكله في حياتك اللي لسه محتاج ان انت تتيقظ منها، وما تقعش في الخطا اللي بيقع فيه الاخرين اللي هو الاسقاطات. يقعد يسقط يقول لك انا كويس، بس هو المجتمع السبب، هو اسرتي السبب، هو ابويا السبب، هو مش عارف ايه السبب. لا، انت السبب، انت السبب. وانت لو ان شاء الله تعالى يعني استعنت بالله كده وبقيت فعلا يعني تستطيع ان انت باذن الله تمسك زمام الامور وتتحرك عشان خاطر انك تغير نفسك تغيير حقيقي. كذلك اتكلمنا عن العوامل المساعده على التغيير، ازاي تستعن بالله سبحانه وتعالى بالدعاء والبكاء والتقرب الى الله عز وجل. يا جماعه في كل وقت من اوقات الدعاء ادعوا ربنا سبحانه وتعالى، قول يا رب محتاجين نتغير، محتاجين نتطور، محتاجين نتقدم، محتاجين نبقى كويسين. يا رب احنا الحاله اللي احنا فيها دي يعني حاله ما تسركش، واحنا عايزين نبقى كويسين، بس انت ساعدنا. ولذلك يعني مقوله احد السلف يعني طمنتنا، انما ياتي التغيير من الناس والتيسير من الله. انت بس قرر انك تتغير وربنا هيرسر لك باذن الله تعالى. الاستعانه بالله عز وجل، المسارعه، ما تخليش، اوعى تاجل. لا، زي ما كانوا بيقولوا لنا في المدرسه، لا تؤجل عمل اليوم الغد. فعلا يا ناس كان نفسها تتغير ولكن يعني وفتهم المنيه وجاء الموت يعني وقف كل شيء. الله سبحانه وتعالى يا جماعه سمى الموت مصيبه، فاصابتكم مصيبه الموت. فلذلك محتاجين فعلا ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى ونتغير وناخد خطوه حقيقيه فعلا في التغيير. ولذلك يعني انا ادعو جميع اخواني واحبابي فعلا يعني من خلال هذه الدوره، دوره كيف تغير نفسك، ان احنا نقف مع نفسنا وقفه، يعني ابدا فعلا اخد قرار التغيير. انا عايز اتغير، انا محتاج فعلا ان اتغير، انا عايز ابقى انسان ناجح في حياتي، عايز ابقى يعني انسان مؤثر وفعال. ليه يبقى في ناس افضل مني؟ لما تسمع مثلا قصه، تفتح كتاب من الكتب وتجد مثلا يعني ناس من العظماء والافاضل على مدار التاريخ، الشيخ الاسلام تيميه او الامام ابن القيم او صلاح الدين الايوبي او مثلا ابن الهيثم او اي واحد يعني فلح، او الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، او اي انسان نجح في اي مجال من المجالات. ليه ما تكونش انت واحد من هؤلاء الناس؟ ليه اللي يمنعك؟ ليه دايما يعني الانسان في حاجز ما بينه وما بين النجاح، في حاجز ما بينه وما بين الرقي الى ارفع درجات. اي انسان من الناس يعني اللي انت بتشوفهم يعني بلغوا المجد يعني وبلغوا الدرجات العليا جدا في نشاطاتهم ومجالاتهم واللي صاروا فيها يعني ائمه فعلا وقاده ورؤوس، دول يعني ممكن يكونوا يعني كانوا اشخاص عندهم ظروف اقل بكثير جدا من الظروف المتاحه واللي في ايديك. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان بيقول ان هو كان يعني بيبحث عن الورق. يعني احنا دلوقتي عندنا كراسات كتير جدا وبنرميها، لكن هو ما كانش عنده ورق، ما كانش بيعرف، يكون بيكتب على ظهور الاوراق.
كثير جدا من أهل العلم يعني كانوا منهم اللي كان محبوس ومنهم اللي كان فقير ليس عنده أي مال ومنهم اللي كان يعني لا يجد كتب. يعني الوقت عندنا اسطوانة عليها آلاف 20,000 كتاب. يعني كان زمان العلماء ما عندهمش الكتب دي وكانوا بيسعوا بيمشوا يعني لحد ما يعني تورمت أقدامهم عشان خاطر يعني يسعوا إلى هذا الإيه يجدوا هذه العلوم. لكن إحنا عندنا بفضل الله عز وجل كل شيء ميسر وسهل وبسيط، لكن عندنا للأسف يعني ضعف في الهمة وقلة في الهمة من أجل التغيير. لذلك أنا عايز أقول إن إحنا من أعظم الأوقات للتغيير الآن. أحسن وقت إن أنت تغير في نفسك الآن دلوقتي، ابدأ قرر وخذ القرار فعلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى وربنا هيوفقك. شوف يعني كل نقاط القوة اللي عندك اللي تساعدك وتؤهلك، شوف علاقاتك اللي ممكن ترقيق وتقدمك، شوف الوسائل اللي ممكن إيه الأخطار اللي قدامك اللي ممكن هتعطلك وابدأ إزاي تتلافاها وإزاي تتحشاها. ابدأ شوف الملكات والإمكانيات اللي عندك، اكتب السي في بتاعتك واكتب السيرة الذاتية بتاعتك، عملت إيه خلال العشرين أو الثلاثين سنة اللي فاتوا، إيه الحاجات اللي ناقصاك عشان تقدر تكملها كعلوم وكأسس عشان خاطر تقدر أنت تتقدم من خلالها. يعني لازم تعمل نفسك تحليل، وده اللي إن شاء الله تعالى هنتكلم يعني فيه في نقاط أخرى في مسألة إدارة الذات. ولكن بإذن الله تعالى أنا واثق أن أنت لو خدت القرار أنك هتغير نفسك فعلا تأكيد ربنا إن شاء الله تعالى هيوفقك وهيعينك. ولكن حدد بإذن الله تعالى أنت فعلا عايز في المستقبل تبقى إيه، وحدد رؤيتك وحدد أهدافك. ولذلك يعني في نهاية إن شاء الله تعالى المحاضرة أسأل الله عز وجل يوفقني أنا وإخواني وأعواني وأصدقائي وأصحابي وأحبابي وأهلي وكل وطننا وأمتنا والدنيا بأسرها إلى التغيير. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا فعلا تغيير أنفسنا إلى ما يحب ويرضى، وأن الله سبحانه وتعالى يبصرنا بعيوبنا فعلا يعني تبصرة حقيقية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في حل كل هذه العيوب وكل هذه الأخطاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.